توليت الاستشارة، واحدة عندها مشاكل بالكلتين وتغسل الكلى، فنصحتها ببعض الأشياء وقلت لها وخري عن كذا وكذا وكذا. قالت ليش أنا آكلهم؟ ليش شنو فيها؟ الله أكبر الله أكبر، هذه الأشياء كفيلة أن توقف الكلى وما تخليها تتشافى. شنو الأشياء هذول؟ الأشياء هذه تقلل من كفاءة الكلتين. رقم واحد الكيوي، أهرب. وأيضا عندنا الكاكاو، أهرب. بس يصير كاكاو أسود، أهرب كاكاو لا. وأيضا عندنا شنو؟ المكسرات، أهرب منها الله يخليك. وأيضا عندنا شنو؟ السبانخ، الله أكبر. والملوخية، تخيل قاعد تاكل من الأشياء هذه. ليش؟ هذول الأشياء فيهم أوكزالات. الأوكزالات شنو تسوي؟ تدش بالنفرونات مالت الكلتين، وبعد ما تدش الأوكزالات على نفرونات الكلتين، شفت الكلتين؟ شفت الفلتر؟ تكييف ساعات شي نطلع بين فترة وفترة ننفر نرشه ماي. ليش هذا؟ لأنه يصير عليه أقبرة وبعدين تكييف ما تسحب أكسجين. عرفت كنا صارت حلقة تكييف الحين، عرفتوا؟ النظفة نفس الطريقة، النفرونات موجودة بالكلتين، إذا دشت الأوكزالات شنو تسوي؟ تعطلها. يعني مثلا الكلتين ها كنا أنت بتشتغل شوية، صاروا درار بول والله، كنا الأوكزالات عطلتهم. رحتوا مطعم، عزمتوا عند ناس، قولوا لهم عادي في كذا في كذا، لان انا ما اكل عندي مشكله. قولوا كذي، قولوا لا تسكتون، قد يمكن الكلتين انت بتشتغل بشيء من اللي انا ذكرته تتعطل. زين، هل في اشياء مساعده؟ في، تعالي. ليش ابيكم تيون؟ اسمع، تبي اشياء تضبط النفرونات وتخليها، تعال ناخذ شيء يا جماعه اسمه اي جي سي جي، هذا مستخلص من الشاي الاخضر، ينشط لنا النفرونات. وايضا ناخذ الكركمين، مو الكركم، انتبهوا، الكركمين هذه الماده الفعاله اللي بالكركم، ناخذ الكركمين، افضل ناخذه مكمل. ايضا ناخذ البربرين، مضبوط يا جماعه بتنظيف النفرونات. وايضا ناخذ الروز فيريترول، ينظف لنا، انا قاعد اقول لكم كل شيء ينظف النفرونات. وناخذ الكوارستين يا جماعه، وخرنا على الأشياء اللي تأذي النفرونات، ويبنى أشياء تضبط لنا النفرونات. كذي راح يكون شغلنا 100%، وكثر ما نقدر نبتعد عن السكر وندش بنظام الكيتو أفضل كم شهر. أوكي، وألف سلام عليكم، وما تشوفون شر إن شاء الله، ويا رب تتشاف.